ومن بين أشهر الألبسة التقليدية أيضا قشابية الوبر التي يحافظ عليها سكان الجلفة، لباس يعكس الأناقة والهيبة. عمر بعلي ينقل لنا تاريخ هذا الإرث المادي من مسعد. بعناية دقيقة تقوم حرائر مسعد بتنقية الصوف من الشوائب كأول خطوة لحياكة قشابية الوبر. المرحلة الأولى من غسل الصوف بالماء، وثم تتحول غسل بمادة التنظيف، وبعد ثالثة من المراحل أنه يكون العصر في المعصرة، وبعد يتحول من المعصرة للتجفيف. نسج القشابية يتم هنا بهذه الآلة التقليدية. نسدو كما ها نطيحوني نجيو بالخلالة ونقضوا، كي نعود نعلو طية نقضوا نحكوا بالبردة حتى تاع القدام ونطلو وبعدها نقلعو، هذا نكمل تزرع ونقلعو القشابية. وراء هذا المنتوج ذو الزينة والجمال أنامل تروي عراقة منطقة ولد ناير. الخياطة والفصالة علينا احنا نديرو، وكل واحد لبسوه الميتراج تاعو لبس سواء في جلابة ولا في دروس. هذا ينفع في أي وقت، كاين همة للإنسان الجزائري واللبسة نتاع الآباء والأجداد. قشابية الوبر داع صيتها ووصلت إلى العالمية. عندي عدة مثلا خرجات خارج الوطن وداخل الوطن، في دول أوروبية في الدول العربية، والحمد لله كانت موفقة الحمد لله. قشابية الوبر رمز أصالة مسعد بالجلفة، والحفاظ عليها يضمن طراء التراث اللامادي للجزائر.